بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أبنائي بناتي طلبة وطالبات الصف الأول الاعدادي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع درس جديد من دروس اللغة العربية في هذا العام الدراسي، والفصل الدراسي الأول، الوحدة الأولى التي بعنوان عرف حقوقك، والدرس الرابع منها وهو بعنوان من مكارم الأخلاق. أبنائي بناتي، الإسلام الحنيف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمبادئ عالية سامية كريمة، وأرشدنا جميعا إلى التمسك بها، وحثنا على التمسك بمكارم الأخلاق. ومكارم الأخلاق في الإسلام كثيرة، وأعمال الخير كثيرة أيضا في الإسلام، يجب علينا جميعا أن نعرفها ونتمسك بها. لذلك نحن اليوم مع درس يتحدث عن بعض هذه المكارم وبعض هذه الأسس الإسلامية العظيمة التي علينا أن نعرفها جيدا وأن نتمسك بها ونحافظ عليها. نبدأ أبنائي مع راوي هذا الحديث الشريف، وهو الصحابي الجليل أبو هريرة. سمعنا كثيرا عن هذا الرجل، نحن الآن سنتعرف عليه من قرب. فهو صحابي جليل، وأكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الحقيقي عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وكنيته أبو هريرة. هذا لفظ أو هذه كنية كناه النبي صلى الله عليه وسلم بها. لماذا؟ لأنه كان يحمل هرة في يده أو في كمه، وكان هذا الصحابي من فقراء الصحابة في المدينة وأيضا في مكة، وينتمي لأهل الصفة، وأهل الصفة هؤلاء هم بعض الصحابة المساكين الفقراء الذين كانوا يجلسون في مكان في صحن الكعبة أو بجوار الكعبة، كانوا يسمون بهذه أو بهذا الاسم، وهو أهل الصفة. بعد ذلك أبنائي الطلاب، تعالوا بنا لنقرأ هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا جيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. كما نجد هنا أبناء الطلاب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف يرشدنا ويحثنا على بعض مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام. فنجد أيضا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على التصدق، والصدقة أو التصدق في الإسلام ليست قاصرة فقط على التصدق بالأموال، وإنما الصدقة في الإسلام منها صدقات فعلية ومنها صدقات قولية. فمن الصدقات القولية الكلمة الطيبة، الإصلاح بين الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الصدقات الفعلية إخراج الأموال للفقراء والمساكين، وأيضا التبسم مثلا في وجه أخيك المسلم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك
صدقة. هذه بعض الصدقات التي من الممكن أن يقوم بها المسلم أو الإنسان في يومه، وخاصة الإنسان المسلم يمكنه أن يقوم بمثل هذه الصدقات أو بمثل هذه الأعمال ليحصل على كثير من الحسنات من الله عز وجل. من الأشياء أيضا التي يحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جاء بها الإسلام التواضع والعفو والتسامح، وهذا ما جاء في الجملة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو هنا هو التسامح واللين مع الناس ومع الآخرين سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. فهذا العفو والتسامح والصفح عن المسيء يرفع قدرك في المجتمع ويجعل الله سبحانه وتعالى يحبك. أيضا جاء الإسلام بصفة عظيمة وهي صفة التواضع. فالتواضع صفة لا يتصف بها إلا الإنسان المسلم، ويكون جزاء هذا الإنسان المتواضع الرفعة والمكانة العالية والمنزلة العظيمة بين الناس، كما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما وعدنا الله سبحانه وتعالى. فالتكبر أو الكبر من صفات السفهاء، بل نقول أنه من صفات المتكبرين الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم ووعدهم بالعقاب الكبير الذي ينتظرهم يوم القيامة. تعالوا بنا أبناء الطلاب لنتعرف على بعض معاني الكلمات الواردة في هذا الحديث الشريف. كلمة نقص معناها قل، ومضادها طبعا زاد، والمال جمعه أموال، والصدقة معناها كل ما يعطى للفقراء تقربا إلى الله تعالى، والمقصود هنا العطاء. وكلمة صدقة جمعها صدقات، وكما قلت أبناء الطلاب أن الصدقة ليست فقط مقصورة على المال، وإنما هناك كما قلت صدقات فعلية وصدقات قولية. عفو معناها التسامح واللين، ومضادها الخصومة. وكلمة عفو هنا جاءت نكرة لتفيد كل العفو عن كل ذنب أو عن كل إساءة من أي شخص يسيء إليك فيها. وكلمة عز هي المكانة والرفعة والمنزلة العظيمة التي يكرمك الله سبحانه وتعالى ويرفعك إياها نتيجة عفوك وتسامحك مع الآخرين. والعز مضادها الذل. أما كلمة تواضع بمعنى تذلل وخضع، ومضادها تكبر أو تجبر. وكلمة أحد هنا أيضا جاءت نكرة لتفيد أيضا العموم والشمول. كلمة رفعه بمعنى أكرمه وأعلى منزلته، ومضادها وضعه أو حقره. هذه أهم الكلمات ومعانيها في الحديث الشريف. والآن ننتقل إلى جزء آخر وهو شرح هذا الحديث لنراه معا جميعا. يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت إلى التصدق على الفقراء والمساكين، ويبين لنا أن الصدقة لا تنقص المال أبدا، بل إنها تزيد المال، ويبارك الله سبحانه وتعالى فيما بقي من هذا المال. ويدعون أيضا في هذا الحديث إلى التسامح والعفو عن المسيء،
ليقتلع جذور العداوة بين الناس، كما يدعون أيضا إلى التواضع وعدم التكبر على الآخرين. كل هذه الصفات، التصدق، التسامح، التواضع، تؤدي إلى أن يسود المجتمع علاقات الحب والصفاء والود والإخاء، مما يساعد على تقدم المجتمع ورقيه وزيادة الإنتاج فيه. تعالوا بنا أبنائي بناتي لنضع هنا بعض الأسئلة التي تعيننا على فهم هذا الدرس جيدا. نستطيع مثلا أن نقول هنا: إلى ما يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف؟ نستطيع هنا أبنائي أن نجيب على هذا السؤال فنقول: يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف إلى، ثم نذكر الثلاث نقاط: التصدق على الفقراء والمساكين، التسامح والعفو عن المسيء، التواضع وعدم التكبر على الآخرين. سؤال آخر: كيف تزيد الصدقة المال؟ كيف تزيد الصدقة المال؟ الصدقة تزيد المال من خلال التصدق على الفقراء والمساكين، حيث أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيما بقي من المال بعد أن أخرجت وساعدت الفقراء والمساكين بما عندك. سؤال آخر: ما واجبك نحو المسيء ولماذا؟ نجد أن كل منا عليه أن يتسم بصفة التسامح والعفو عن المسيء، فالإجابة هنا تكون: واجبي نحو المسيء أن أسامح عنه وأن أعفو عنه. ولماذا؟ لأن ذلك يكون سببا لاقتلاع جذور العداوة بين الناس. سؤال آخر: ما الذي يحرص عليه الإسلام؟ نجد هنا أبناء الطلاب أن الإسلام يحرص على أن يسود المجتمع علاقات الحب والصفاء والود والإخاء. سؤال آخر: ما أثر العمل بهذا الحديث على الفرد والمجتمع؟ نستطيع أن نجزئ كل واحدة منها فنقول: الفرد لو عمل بهذا الحديث الشريف سيسود الحب والصفاء بينه وبين الآخرين، ويرتفع قدره بين الناس، ويحبه الله سبحانه وتعالى ورسوله كما يحبه الناس أيضا. أما المجتمع فإن المجتمع يتقدم ويرقى ويزيد الإنتاج فيه. نأتي الآن أبناء الطلاب مع أهم مظاهر الجمال في هذا الحديث الشريف، فنجد قوله أن رسول الله، هذه الجملة أسلوب مؤكد بأن، يؤكد صدق رواية أبي هريرة، كما نجد أيضا أن إضافة لفظ الجلالة الله إلى رسول تفيد التشريف والتعظيم. أما قوله صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنه، فهي جمل اعتراضية تفيد الدعاء، توضع في هذه الأماكن أو في مثل هذا المكان لتفيد الدعاء. قوله ما نقص مال من صدقة أسلوب نفي، استخدم فيه أداة النفي ما ليفيد التوكيد والتأكيد على زيادة الأموال عن طريق الصدقات وليس نقصانها. كلمة صدقة جاءت نكرة للتعظيم، وأيضا لتفيد العموم والشمول، فهي تشمل كل أنواع الصدقات القولية منها والفعلية. بعد ذلك: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، هذا أسلوب يسمى أسلوب قصر، استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب النفي بما والاستثناء بإلا. هذا الأسلوب يفيد التوكيد والتخصيص، فهو يؤكد على أهمية التمسك والالتزام بصفة التسامح والعفو. بعد ذلك: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، أيضا هي أسلوب قصر،
باستخدام أيضا طريق النفي بما والاستثناء بإلا، وتفيد أيضا التوكيد والتخصيص على صفة التواضع. أخيرا، كلمة نقص زاد وكلمة تواضع رفعه، بين كل كلمتين تضاد يبرز المعنى ويوضح. إلى هنا أبنائي بناتي، نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأتمنى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد تعلمنا شيئا جديدا نتمسك به ونحافظ عليه في حياتنا اليومية، لكي ترتفع مكانتنا عند الله سبحانه وتعالى، ويرتفع ترتفع منزلتنا بين الناس. يحبنا الله ورسوله ويحبنا الناس. إلى لقاء آخر مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.